إذا كان عندي حالة السيمتري إيش اللي بيصير في هذول الـ IXY والـ IXZ والـ IZZ؟ هلا if object is symmetrical، هلا راح أقول أنا symmetrical around a plane، symmetrical around the XY plane. هلا أنتوا احكوا لي إيش يعني الـ XY plane؟ هيو نفترض هاي الـ X وهاي الـ Y والزد فوق وتحت. فإذا عندي مثلا هاي هون نفترض هاي الاكس، او خلينا ارسمها بهذا الشكل، خلينا ارسم هذا هون الواي، هذا هون الاكس، وهي الزد. هذا هون عبارة عن بلين مظبوط، سطح، سطح مستوي جاي هو الاكس واي بلين. والجسم خلينا نفترض انه عندي مثلا هي حتى يكون سيمتريكال حوالين الاكس واي بلين، حتى رح اعمله شوي ليست هيين، وهي جزء هل هذا ميرور ايمج لهذا؟ مزبوط انه زايح شوي لهون، بس هذا ما بيهمني بالمراية، انا عمال ابوي بطلع سيمتريكال حوالين الاكس واي بلين. معناها لو انا حطيت مراية محل الاكس واي بلين، الصورة اللي بتطلع معي بتنطبق على جزء الجسم اللي تحت. إذا هو سيمتريكال حوالين الاكس واي بلين، فاهمين؟ كل فاهم؟ سيمتريكال يعني الجزء اللي موجود هون لو اخذته وقلبته راح ينطبق على الجزء اللي تحت، طبعا بقلبوش هيك، بدي اقلبه كانه صورة. إذا هذا صحيح، then هي السؤال اللي أنت سألتيه، اي اكس زد بيساوي زيرو، واي واي زد بيساوي زيرو، مش اي واي اكس بيساوي زيرو، أوكي؟ اللي فيه اكس مع الزد واللي فيه واي مع الزد بتساوي زيرو اذا بالحركه. طيب شو يعني لما اقول انه اي اكس زد بتساوي زيرو او اي واي زد بتساوي زيرو؟ معناها اذا حطيت تورك على الاكس اكسس مش رح يصير فيه تسارع حوالين الزد، واذا حطيت تورك على الواي اكسس مش رح يصير فيه تسارع حوالين الزد، لكن ما شرط انه يكون. هاي غلط من هون، يعني لو حطيت تورك حوالين الاكس اكسس ممكن يصير فيه تسارع، وهذا واضح. انا شو بتعمدت شو اعمل هون؟ شايفين هاي القطعة اللي هون؟ هاي ما بتعطيني سيمتري حولين الاكسس الاكس زد او الواي زد، لانها فيها ميلة، لكنها سيمتريكال حوالين هذول، فإذا كانت سيمتريكال حوالين الاكس واي بلين، معناها اكس واي اكس زد واي واي زد بيساوي زيرو، معناها حط هلا أنت إذا بدك حط تورك حوالين الاكس اكسس ما راح يصير في تسارع حوالين الزد. حط تورك على الواي اكسس مش رح يصير في تسارع حوالين الزد، او فايس فيرسا، حط تورك على الزد، لانه اذا قلنا انه اي واي زد بيساوي زيرو معناها بالضروره انه اي زد واي كمان بيساوي زيرو، وهاي اي زد اكس بيساوي زيرو. لكن هذا مش صحيح، اي اكس واي ما بيساوي زيرو. لو احنا بنحكي سيمتريكال احنا قصدنا على الشكل بس، صح؟ تمام، احسنت، ممتاز. احنا بنفترض انه الماس هوموجينيوس، يعني الدنسيتي كلها نفسها. دورنا على النقطه اللي بيكون فيها الماس متساوي. نعم. قلنا الاكس زايد، بصير في بتقدر تلاقي انت اي جسم بشكل عام بامكانك تلاقي وين المكان اللي بتساوي فيه. تحل المشكله هاي ولا لازم الشكل برضه يكون متساوي؟ تمام، كويس، ممتاز. الشكل لو ما كانش منتظم بامكانك تلاقي 3 اكسس بحيث انه يعطيك البرنسبل اكسس هذول، مش هيك سؤالك؟ لاي جسم رح تقدر تلاقي 3 اكسس اللي بخلوا السيمتري حوالين الاكس واي والاكس زد والواي زد بالنسبه للناس. بالنسبة للماس بالضبط. لا، ما هي احنا هون مفترضين فيش فرق بين الفوليوم والماس، انا مفترض انه الدنسيتي نفسها في كل مكان، هوموجينس اوبجكت، اذا طبعا نان هوموجينس هذه مشكلة، بصير بطل الفوليوم والماس بتناسبوا مع بعض، شفت؟ سؤال ممتاز، اوكي، ماشي.